عادات وتقاليد توارثوها من الأجداد حافظ عليها أهالي هذا الحي في مدينة دهوج. فبعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر ينتقلون من بيت لآخر لتبادل التهاني والتبريكات والاحتفاظ بموروث الآباء والأجداد. طقوس والشعائر احنا ماخذين من ابائنا واجدادنا ولحد الان احنا مستمرين عليها. مثل ما تعرفون يوم بالصبح يوم العيد بعد ما يروحون للمسجد صلاة العيد، وبعد ذلك يفطرون بالقرية كلها. في هذا البيت يجتمع الجميع لتناول فطور العيد، اول وجبة صباحية عقب شهر من الصوم، وبعد رحلة شاقة مرت بأكثر من 300 دار بطابور بشري يضم مئات الأشخاص كبارا وصغارا. نقوم بأداء المناسك اللي هي الصلاة وبعد خطبة العيد، بعد مباشرة نذهب للمباركة ونعايد الأهل والأصدقاء، وبعد ذلك نتجمع في بيت كبيرنا عملاوك. احنا سعيدين بهاي المناسبة، وهذا يعيد يعني اسمها عيد، يعاد كل سنة يعاد مرتين، عيد رمضان وعيد الأضحي. نهني العالم جميعا. عادات وتقاليد اندثرت مع الزمن لكنها باقية هنا، يسعى المتمسكون بها من خلالها بضرورة الحفاظ على صلة الرحم ومد يد العون والتسامح. رغم أن الحياة العصرية غيبت أغلب هذه العادات والتقاليد ولم تتمكن الصمود أمامها، لكن لا زالت بعض الشرائح هنا وهناك متمسكة بهذا الموروث. لقناة زاجروز الفضائية بواردة خازة. دهوك.